معدل ساعات يمكن 14 ساعة وتتجاوز، لكن السنة الثانية اعتمدت على طريقة النوعية وليس الكمية. يعني كنت أقرأ تقريبا فترة المدرسة أنا ما كنت مسوي انتساب 3 ساعات 4 ومن الممكن أقل صراحة، لكن من فترة المراجعة من 1/4 إلى حد الامتحانات أنا كانت من الممكن قراءتي تتجاوز 14 ساعة وقرأت بتركيز، وهذا الشيء وصلني للمعدل اللي كنت أطمح إليه. وصاني أشوف وضعي وضع أهلي، أشوف إنه أنا وحيدتهم بس تمارعتهم، فدائما كان هذا حافز كلش كبير إلي إنه أغير من وضعنا من حالتنا من مكانة البنية بالمجتمع اللي أنا عايشة به. والله هو حلم والدي وحلمي، حلمي أنا من كنت صغيرة، لأنه أنا بكل المراحل السابقة الأولى لهم يعني امشوا ورا حلمكم، حلمكم وين امشوا.